اليوم قاعد نسوي شنو عرايس؟ هذا اول شيء هنا، الخطوه الثانيه والخطوه الثالثه بعد ما تخلص. خير، شلونكم؟ شخباركم؟ شخبارك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. وين هذا زمان ما شفناكم. وين قاعد اسوق السيارة اليوم؟ لا ما قاعد اسوق السيارة، تمشي ببحر. اليوم طالعين راح ناخذكم جولة. خلينا نشوف ارسلان شو يريد. ارسلان الطيبة لا تخليه يصير. يا عيد. اليوم قعدنا ورايحين، عندنا جلسة تصوير، كلياتنا ان شاء الله راح نصور صور ان شاء الله يا رب تطلع حلوة. وراح نسوي ناخذكم جولة ويانا. تعالوا معانا هسه، خلينا نشوف هيك جوله بميشيغان بالداون تاون. الجو كلش حلو، والجو كلش حلو اليوم. كانت تمطر ووقفت الحمد لله. اي الحمد لله مطرت ووقف الثلج. وذوب الثلج يعني اقفلت. اي فهسه خليني اوريكم، راح اوريكم الشارع قدامنا. هاي هنا الشارع، طبعا احنا بالشتاء، شكله خلص الشتاء ها؟ لا حسب الاخبار يقول يمكن جايه بعد ثلج. ان شاء الله خير. ان شاء الله لا. بس هالمره اجت يعني كلش خفيفه هنا على ميشيغان، مو نفس السنه اللي طافت. اي بس اخر واحدة اجت عاصفه هاي. مستعدين اولاد؟ يلا نريد صور حلوه منكم. ها بيض الوجه، تعرفوا شنو يعني بيض الوجه؟ يعني يسووا شغلات حلوه، يعني يسووا شغلات حلوه يعني. Your face is white. البطاط هنا قاعد يعبرون الشارع. وصلنا هسه، نزلنا، خلنا اوريكم المصوره معانا ليلاس اللي يريد ياخذ صور معاها بميشيغان، هي موجوده. هاي ليلاس حبيبتي، نايس تو ميت يو. سي هاي. هلو. قولي لهم انت وين مكانك؟ انا بميشيغان بصور غير ولايات كمان، مشكله. و اوكي هلا انا مقيمه بوست بلومفيلد، يعني اغلب شغلي هون بهالاماكن. خلاص راح احط لكم رقم تليفونها والانستغرام مالتها تحت بالبايو عشان اذا تبون تتواصلون معها. وصلنا هذا المكان، ما ادري اذا يبين عندكم من الشمس الرهيب وروعه. هذا المكان بهنري فورد. جاهزين للتصوير؟ يلا خلينا نصور. ماما taking photo right now. Still taking photo. هسه الأولاد قاعد يصورون. يا سلام شوف الحركات. أرسلان هير باوع هنا ماما. أرسلان الجو الصراحة اليوم كلش حلو. هلو هلو. ها مستمتع بالأجواء؟ يا إيلاني شوف إيلاني شنو سوى هنا ووسخك. ما يخالف. الجو صدق حلو. اوكي هسه اللي صاير، راجعين على السيارة على مود نبدل ملابسنا، يعني جاكيتات، بس انا جبت الاولاد ينزعونها، انا اغير ملابسي عشان نشوف تصوير مكان ثاني. وهاي غيرنا ملابسنا اوكي على السريع بالسيارة، وهنا خلنا اوريكم الاولاد لبسوا ونزعوا جاكيتاتهم. وهنا عندنا ايلان. ايلان ولا ارسلان؟ ارسلان غلطنا ماما. سوري. هاي ارسلان شلون قاعد يمشي؟ ماما look at me doing video. يلا Yeah, let's go. يلا let's go. بعدين نلعب أرسلان. Let's go take photo. أعزائنا المشاهدون، منتقلون الآن إلى وجهتنا الثانية. طبعًا هي هاي صارت غير شلون نقول غير بلان. غير بلان. المكان اللي قاعد نصور به إجت السكيورتي قالت لازم بيرميت. على مود هاي احنا غيرنا المكان، رايحين المكان. يعني صورنا صور آخر شيء صورة هيك حلوة، أنا وعد نريد نصور. Excuse me. بيرميت لازم يعني ناخذ بيرميت، بس احنا منتقلين رايحين المكان ثاني. تعالوا معنا خلينا نصور. يعني شوفوا صراحه احنا شويه ننشغل بالتصوير، قاعد صورنا هاي فما يلقى لي وقت اني امسك الكاميرا واصوركم. على قدر المستطاع اني انا راح اصور لكم ان شاء الله. هسه تعالوا خلينا اوريكم الشارع برا. شوفوا هذا الشارع، هسه احنا من هنري فورد متوجهين الى بلومفيلد. وصلنا حق المكان الثاني هذا هنا، مبين كلش حلو. وجينا على المكان الثاني هنا للتصوير. It's okay, forget it. يلا زوز.
طبعا المكان الثاني تصوير. خلصنا تصوير من المكان الثاني وهسه وصلنا لنهاية هذا فلوجنا، كان خفيف وسريع. اترككم مع الصور تشوفونها ولا تنسون انكم تتابعونا على انستغرام عشان تشوفون الصور اكثر، والتيك توك هناك احنا جمهورنا، نحييهم اللي جاينا من التيك توك، يكتب لنا تحت بالكومنت اذا انتم جايين من التيك توك. وبعد شنو نشوفكم على خير ونحبكم. ولا تنسون، ها قبل لا تروحون لا تنسون انكم تشتركون بالقناة بسرعة بسرعة بسرعة، ضغطوا على الجرس بعد علشان يوصل لكم اي فيديو ننزله، وتشتركون بالقناة وسووا لايك وشاركوا هذا الفيديو ونحبكم. مع السلامة.